بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني في القراءه في اعتقاد الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وعلى بركة الله نبدأ بإكمال ما وصلنا إليه تفضل <تضحن> يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأن الخير والشر بقدر لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ولقوله والله خلقكم وما تعملون ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل الكبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم يقول رحمه الله تعالى وأن الخير والشر بقدر وهذا أصل كبير وركن عظيم من أركان الإيمان الستة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر تابع للايمان بالله جل وعلا لانه من الايمان بعلمه وخلقه ومشيئته وتدبيره فالله عز وجل عليم بكل شيء ان الله كان بكل شيء عليما الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير والايمان بانه كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كما في الايه السابقه ان ذلك في كتاب وفي ايات كثيره كقوله وكل شيء احصيناه في امام مبين وقوله جل وعلا في مواضع من القران العظيم عن اللوح المحفوظ هذا الايمان بالكتابه الايمان بالكتابه وجاء في السنه المتواتره ايضا من جهه المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فورد عنه صلى الله عليه وسلم عن عدد كبير من اصحابه رضي الله عنهم كلهم اثبتوا وامنوا بما جاء من الاخبار ان الله كتب مقادير الخلائق واول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب قال يا رب اي شيء اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه الثالث الايمان بان الله خالق كل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء وكذلك في سوره فاطر هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في سورة تبارك الذي نزل الفرقان سورة الفرقان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه ومن جملة خلقه هذه الصفات التي في الإنسان أو في المخلوقات هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير كل هذه الصفات من جمله ماذا خلق الله من جمله خلق الله ومن صفات الانسان افعاله فافعاله كلها افعال الانسان كلها من جمله خلق الله جل وعلا ويوضح لك هذا مساله واضحه ما هي كيف يحدث الفعل من الإنسان الجواب يحدث الفعل من الإنسان بأمرين الأول الإرادة العزيمة على الفعل أين محلها هذه في القلب الثاني القدرة على الفعل ولهذا انظر مثلا العاجز مثلا انسان مكسوره رجليه لو اراد ان يقوم ما يستطيع طيب انسان مكسوره يده لو اراد ان يمد يده ليكبر ما يستطيع لان يده مكسوره هذا ما عنده ايش القدره الأمر الأول ما هو؟ قلنا الإرادة العزيمة على الشيء فأنت لما تريد أن تأخذ هذا الشيء أو تأخذ هذا أو تذهب إلى هذا المكان أو تذهب إلى هذا ما الذي يدفعك؟ شيء في قلبك وهو الإرادة من الذي خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى وما ينتج عن هذا هو من خلق الله ضاقت عقول المبتدعه من القدريه وهم من قدماء المبتدعه هم من قدماء المبتدعه خرجوا ببدعتهم في بعد سنه الستين من الهجره لم يقل احد بهذه البدعه ابدا قبل تلك السنوات مع ان الخوارج خرجوا في سنه 35 36 خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعهم الشيعه خرجوا مشايعين لعلي رضي الله عنه لكن ببدعه اخرى لكن لم يقل احد منهم ذلك الوقت ببدعه ايش؟ القدريه فخرجت القدريه ماذا قالوا؟ قالوا الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد أختصرها عليكم أنا أو سهلها عليكم قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله هناك خالق آخر غير الله خلقها من هو؟ العبد نفسه فجعلوا مع الله خالقا أو خالقين لأن العباد كثير كل واحد يخلق فجعلوا مع الله خالقين ولهذا ابن عمر عبد الله بن عمر أدرك بدعتهم آخر حياته متى توفي ابن عمر رضي الله عنه سنة سبعين من الهجرة أو أول واحد سبعين إما في آخر ذي الحجة سنة سبعين أو في محرم عام واحد سبعين بعد الحج توفي رضي الله عنه وأدرك بدعتهم أيضا عبد الله بن عباس وكان في الطائف وقد عمي لما كبرت سنه فقد البصر حبر الأمة ترجمان القرآن متى توفي عبد الله بن عباس ثمان وستين سنة ثمان وستين من الهجرة أدرك بدعتهم سمع بها وكان لا يبصر بسبب العمى آخر حياته آخر سنتين أصابه العمى رضي الله عنه فمن شدة حنقه وغضبه على هؤلاء المبتدعه قال أروني أحدا منهم أدق عنقه شدة ما في نفسه من الغضب وابن عمر جاءه من جاءه من أهل العراق كما في أول حديث في صحيح مسلم في أول حديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان أول حديث بدأ الإمام مسلم بهذا ورجلان من أهل العراق من الذين يطلبون العلم أتوا إلى المدينة فأتوا عند عبد الله بن عمر فاكتنفه فقالوا له إن قوما خرجوا قبلنا يعني عندنا في العراق يتقفرون العلم أو يعني يبحثون عن العلم ويقرؤون القرآن ويدرسون وعندهم عبادة يعني ذكروا منهم أشياء وإنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف لا قدر ان لم يقدر الله عز وجل المقادير هؤلاء القدريه الغلاه انكروا حتى العلم والكتابه وان الامر انف فقال عبد الله بن عمر والذي نفسي بيده لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ولو انفق احدهم مثل احد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره سمعت أبي من أبوه عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره ثم قال صدقت فأجبنا له اسأله هو يصدق ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان إلى أن آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم فسماه دينا فاحتج ابن عمر بهذا الحديث على بدعه هؤلاء وتضليلهم وظاهر ظاهر السياق يدل على ان ابن عمر يرى كفره لماذا لانه قال لو انفق مثل احد ما قبله الله منه وهذا مثل ما قال الله عز وجل ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه قل ظاهر الأمر لأنه ليس بصريح لكن الشافعي رحمه الله لما ظهروا في زمنه وهم قد ظهروا قبل قال ناظروهم بالعلم يعني بعلم الله فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا قال الله لا يعلم صراحة كفروا وإذا أقروا بأن الله يعلم خصموا يعني قامت عليهم الحجة قامت عليهم الحجة والايمان بالقدر لا يتعارض مع ما توهموه ماذا توهموهم سبب هذه البدعه هم قام عندهم يعني دخول بعقولهم في افعال الرب سبحانه وتعالى وهذا بحد ذاته مسلك ردي ومسلك مضلل لصاحبه لأن العبد يجب عليه أن يعترف بنقصه وقصوره وكمال الرب جل جلاله وتقدست اسماؤه فلا يدخل في هذا ويخوض بعقله ويتألى على الله أو يقيس الأمور بعقله فعقلك مهما أوتي ناقص وقاصر ومحدود هذه ثلاث جمل أو كلمات احفظها هي من صفاتك ناقص وقاصر ومحدود فكيف تريد من عقلك ان يحيط بحكم الرب وافعاله جل جلاله هذا لا يمكن هذا لا يمكن ولهذا رب العالمين قال لنا في سوره الانبياء لا يسال عما يفعل وهم يسالون واخبرنا سبحانه وتعالى انه له الحكمه البالغه اليس الله باحكم الحاكمين الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ولا يظلم ربك أحدا ولا يهلك هالك إلا عن بينه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن رحمتي سبقت غضبي فلا يجوز لنا أن نأتي ونتألى على الله ونقول لماذا هذا يظله الله ولماذا هذا يهديه الله هذا السؤال فيه علو وفيه استكبار وفيه غرور انت عبد معبد ذليل لله عز وجل لا يليق بك ان تجعل نفسك في مقام الخالق الذي يصرف الامور حتى هذا التصور بنفسه هو الذي يظلهم هو الذي ارداهم فصاروا يقولون كيف يخلق المعاصي ثم يعذب عليها هذه شبهتهم كيف يخلق؟ إن إذا قلنا أن الله خالق كل شيء معناه أنه خلق المعاصي فكيف يخلق المعاصي ثم يعذب عليها؟ وهذا كما قلت لكم ناتج عن سوء الظن بالله جل وعلا وناتج عن رؤية الغرور في النفس الإنسان إذا اغتر بنفسه وأيضا عدم الإحاطة ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهي كلمه مشهوره جدا عند السلف يقول القدر سر الله القدر ايش سر الله فلا تكشفه ما تستطيع ان تكشفه انت انما ينكشف هذا متى يوم القيامه ينكشف هذا الامر يوم القيامه ولهذا اهل النار وهم في النار ماذا قال الله عز وجل عنهم في سورة تبارك الذي بيده الملك فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السحر فالله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يهلك على الله إلا هالك لكن نحن لا ندخل بعقولنا ثم المحتجون ب يعني هذا عن القدرية هم على طريقتين القدرية الغلاة والنوع الثاني الذي ليس غلاة ويقال لهم عامة القدرية أو القدرية فقط أما الأوائل فيسمون القدرية إيش الغلاة ومن رؤوسهم عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد وحفص الفرد ومعبد بن معبد الجهني و امثالهم يعني له كان لهم اثر كبير حقيقه حتى يعني من جمله الاقوال التي قيلت انهم هم سبب سقوط الدوله الامويه اهل البدع بشكل عام هم من اعظم اسباب سقوط الدول وزوالها هم يفسدون الملك ويفسدون احوال البلاد ببدعهم وضلالاتهم هؤلاء القدريه نوعان غلاة وليسوا بغلاه ما هو الفرق بينهما الفرق ان الغلاه انكروا جميع المراتب الاربعه للقدر انكروا عموم علم الله وقالوا ان الله لا يعلم الاشياء حتى تقع فاذا وقعت علمها الله وبالتالي انكروا المرتبه الثانيه وهي الكتابه انكروا العلم وانكروا الكتابه وهؤلاء غلاه القدريه واتفق السلف على تكفيرهم النوع الثاني من القدريه وهم عامه القدريه او القدريه ويقال القدريه فقط انكروا عموم خلق الله جل وعلا وانكروا ان مشيئته تشمل افعال العباد ويدخل تحتها مشيئه العباد قالوا لا مشيئه العباد مستقله فلو شاء الله شيئا عندهم وشاء العبد شيئا نفذت مشيئة العبد ولم تنفذ مشيئة الله وهذا من الضلال العظيم والانحراف الكبير أما قولهم كيف يخلق المعاصي ثم يعذب عليها هذا اعتراض يشبه اعتراض إبليس ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض هل هذا حجه له الجواب لا ليس بحجه لكنه اعتراض من مجرمين اثيم القدريه لما قالوا بهذا القول ماذا قال فيهم عبد الله بن عمر وواثله بن الاسقع وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس هؤلاء الصحابه تاخرت وفاتهم كما قلت لكم قالوا عنهم انهم مجوس هذه الامه هم مجوس هذه الامه هذا الحكم ليس من عالم واحد من الصحابه من علماء الصحابه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري واثله بن الاسقع هذا حكم الصحابه فيهم لما قالوا بهذا القول طيب لماذا قيل فيهم انهم مجوس هذه الامه قالوا ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم لماذا قالوا فيهم هذا القول لانهم يشبهون المجوس الكفره المجوس الكفره هم يقولون هناك خالق خير وهناك خالق شر هؤلاء القدريه المبتدعه لما قالوا إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد إذا خلقها غيره خلقها غيره فصاروا مشبهين لمن؟ للمجوس فقال فيهم الصحابة إنهم مجوس هذه الأمة طبعا هذا الحديث ثابت عن الصحابة لكنه يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح مرفوعا لا يصح مرفوعا وإنما الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وذكر هذا ابن القيم ابن القيم الجوزية في تعليقه على سنن أبي داود مختصر سنن أبي داود للخطابي علق عليه ابن القيم تعليق وهو مطبوع الكتاب مطبوع تستطيعون أن ترجعوا له وذكر فائدة طيبة أقولها لكم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الافتراق ومن الفرق المخالفة لكنه لم يسمها إلا طائفة واحدة من الفرق الضالة لم يسمي إلا فرقة واحدة ما هي الخوارج؟ قال يخرج في هذه الأمة فيخرج في هذه الأمة أقوام تحقرون صلاتكم إلى الصلاة وذكر عليه الصلاة والسلام أوصافهم بالتفصيل وأما بقية الطوائف كالشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية وغيرهم لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف ولكن ذكر أوصافا عامة إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة من خرج على أمتي إلى آخره لكن هذه أوصاف عامة أما الخوارج فهي اوصاف خاصه طيب لماذا الجواب لعظم شر فتنه الخوارج وخطرها واخرهم سيخرج مع من اخر الخوارج سيخرج مع الدجال جاء في السنه في السنن ان الدجال يخرج في عراضهم يخرج في ايش عراضهم ما معنى يخرج في عراضهم؟ لأن الدجال أول ما يخرج نعوذ بالله من فتنته لا يخرج مباشرة ويقول للناس أنه ربهم لا أول ما يخرج يخرج مع الخوارج لأن الخوارج يظهرون الدين والعاطفة الدينية والغيرة فيركب مركبهم ويخرج في عراضهم هذا الدجال ثم يستقل عنهم ويدعي انه نبي ثم بعد ذلك يدعي انه ايش؟ رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور واعلموا قال عليه الصلاه والسلام: واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت يعني لا تفتنون به انتبهوا تعوذوا بالله منه هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد أن الخوارج أصلهم أصلهم الشخص الذي تكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة التميمي واسمه عبد الله فحذر من قال إن من هذا يعني على أصله وما هو أصله هل هو قبيلة لا هل هو بلد لا هل هو جبل لا هل هو تراب لا أصله مبدأه قال كلمتين خطيرتين اعدل يا محمد فإنك ها لم تعدل هذه الأولى الثانية قال في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وقسمته للغنائم قال إن هذه قسمة ها لم ترد بها وجه الله فقوله اعدل فإنك لم تعدل وقوله إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله هو اصل الخوارج من ذلك الوقت الى ان يخرج اخرهم مع الدجال وتاملوا الان في الخوارج المعاصرين ومن سبق من الخوارج يمشون على هذا الاصل نعوذ بالله من فتنه الخوارج ولذلك يعني سياتي الحديث عنهم بعد قليل لكن الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم طائفه الا الخوارج لعظم شرهم أما القدرية فالصحابة هم الذين تكلموا فيهم وترجع إلى تعليق ابن القيم على معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود فتجد هذه الفائدة واحفظها واضبطها لعظم شأنها طيب نرجع مرة أخرى نقول كيف نرد على هذه الشبهة أولا أولا الهداية بيد الله شوف الهداية بيد الله الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا بد ان نؤمن بهذا ولهذا اعظم الناس دعوه ونصحا ولينا ورفقا ورحمه لا يمكن احد ان ياتي الى منزلته هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل في شانه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ترى هذه الآية على أصول القدرية ما تمشي ليش ما تمشي؟ أه؟ لأن القدرية يقولون العبد مستقل فلو أراد الله أن يهدي العبد أو أن يضل العبد وأراد العبد عكس ذلك نفذت مشيئة العبد تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وفي الإيمان بهذا تعرف معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم لان من اول المعاني التي يذكرها العلماء في اهدنا وفقنا هدايه التوفيق والالهام من الذي خلق في قلبك وقلبي الايمان والقبول له القبول للايمان من الذي خلق في قلبك محبه الايمان والقبول والفرح به الايمان لا نقول انه مخلوق لأنه في تفصيل انا قلت من خلق الايمان نقول محبه الايمان وقبوله ما الذي خلق هذا في قلبك وجعلك تحبه الله عز وجل ولهذا ليس المعتمد على عقولنا وليس المعتمد على معلوماتنا ومحفوظاتنا ولكن المعول والمعتمد والمتكل عليه هو ربنا وخالقنا فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصحابة كانوا يقولون اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا إلى آخره فالشاهد أن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى وهذا من عموم ربوبيته وتدبيره هذه الربوبية العامة يهدي من يشاء ويضل من يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثانيا نحن عندنا أصل كبير أهل الإسلام ما هو؟ التسليم لله ولرسوله ما نعترض على الله أبدا ما نأتي نقول نحن نتهم عقولنا لكن ما نتهم كلام ربنا ولا نعترض عليه نحن نقول ربما أنا لم أفهم ربما أنا أغلق علي ربما أنا كذا وكذا لم أتقن الدرس لم كذا لكن لا يمكن أبدا أنا ولا أنت أن نأتي ونعترض على كلام الله وكلام ايش؟ رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من صفة المسلم أبدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا اصل كبير حتى لو ما فهمنا نحن نقول كلام ربنا حق وكلام رسوله حق وان لم نفهمه وان وردت علينا اشكالات فكلام الله هو الحق ولا نستبدل به غيره ولا نذهب الى اقواله البدع هذا اصل كبير طيب ثالثا الرد الثالث ان نقول ان الله عز وجل قدر وجود الشرور وخلقها وشاءها لحكم بالغة وغايات عظيمة حكيمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة هو الذي هدى عمر بن الخطاب وأضل عمرو بن هشام أبا جهل هو الذي هدى أبا بكر ومن أسلم من الصحابة وأضل الله عز وجل أبا لهب ومن شاء الله أن يضله الله هو الذي يهدي ويضل طيب لماذا أضل هذا نحن لا ندخل في هذا ربك حكيم عليم ولكن الله عز وجل علمنا في كتابه أسبابا لحصول الزيغ لهؤلاء مثال ذلك في سورة الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أيضا في سورة التوبة يبين سبحانه وتعالى في قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ثبطهم هذا فعل الرب سبحانه عقوبة لهم على نفاقهم فالمنافق يعاقب بعقوبه اشد عقوبه دنيويه تجره الى عقوبه الاخره بسبب ايش؟ نفاقه وتكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقابل هذا قال ربنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم في سورة الشمس قال تعالى ونفس وما سواها يعني يقسم الله بهذا النفس التي في جنبك وفي جنبي عجيبة جدا خلق عجيب من خلق الله أنت تنظر إلى الجبال وتنظر إلى الأنهار وإلى الأشجار وإلى السماء وإلى سبحان الخالق سبحان حتى نفسك ولهذا لما قال والشمس وضحاها والقمر وإذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ثم قال ونفس معناها خلق عجيب من خلق الله خلق عجيب جدا خلق عجيب جدا جدا ما هذه النفس شوف الانفعالات التي فيها وشوف الأحوال التي تمر عليها هذه مطمئنة وهذه لوامة وهذه أمارة بالسوء وهذه كذا وبينهم مراحل وهذه مره تكون كذا, تكون كذا ومره تكون كذا ومره تكون كذا تقبل وتدبر تفكر تظن السوء تظن الخير نفس الرحيمه نفس اللئيمه نفس قاسيه نفس رطبه سبحان الخالق سبحان من خلق هذه النفوس قال بعدها فالهمها شوف لو واحد يولد في شرق الارض ولا شمال الارض ولا في جنوب الارض ولا في غربها في جميع القارات او حتى على البحار كلها كل مولود يولد فيه هذه النفس فألهمها الله ألهم هذه النفس ماذا فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولهذا الله عز وجل لا يؤاخذ العبد اذا مات قبل البلوغ وانما يختبرون يوم القيامه او اذا كان من اباء مسلمين يدخلون الجنه ولا يؤاخذ الله عز وجل المجنون والذي هو فاقد العقل ولا يظلم ربك احدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول طيب لماذا هذا اهتدى ولماذا هذا ظل؟ لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير؟ لماذا هذا مريض ولماذا هذا صحيح؟ ولماذا هذا عنده زوجة كذا وهذا ليس عنده زوجة ولما إلى آخره كل هذا من وساوس الشيطان يلقيها في قلبك وعلاجها أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعلاجها أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فكيف رضيت بالله ربا؟ من مقتضى هذه الكلمه ان ترضى بما قسم الله لك قسم الله لي هذا المال قسم الله لي هذا الرزق قسم الله لي هذه الزوجه قسم الله لي هذا البيت قسم الله لي هذا ارضى هذا قسمه الله انا ارضى رضيت بالله ربا فلذلك انا اعبده طيب نقول مره اخرى الشرور التي خلقها الله وقدرها انما وجدت لحكم بالغه وجدت لماذا؟ لحكم بالغة ووجودها من حيث ما يترتب عليها هو خير وإن كان وجودها لأصحابها هو شر لهم هم يكون شرا لهم هم لكن من جهة ما يترتب عليها فهذا خير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور الذي أظنكم تحفظونه في استفتاح الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي إيه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما بعده ما تحفظونه؟ <applause> لا بد تحفظونه في صحيح مسلم ابن عباس اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئ الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. ثم يقرا الفاتحه صلى الله عليه وسلم. هذا احد اوجه الاستفتاح الوارده وهو في صحيح مسلم. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس اليك، وهو خالق الخير والشر ومقدر الخير والشر ولكن وجود هذا الشر لحكم بالغه فمن جهه خلق الله له فهو خير لانه يترتب عليه مصالح كبرى طيب هل العبد يقول يا رب اطلعني على هذا المصالح لا قال الله لاهل احد الصحابه في غزوه احد وما كان الله ليطلعكم على الغيب صح ولا لا احد هزيمه ولا نصر هزيمه كم قتل صحابي سبعون منهم حمزه أسد الله ورسوله عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فهذا بالنسبة للمسلمين شر هزيمة تمكن العدو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه أيش؟ ما أصابه شج رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وسال الدم من خده صلى الله عليه وسلم حتى قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فانزل الله ليس لك من الامر شيء، شوف الحكم كيف؟ الله حكيم عليم ولهذا انا الوقت يضيق حقيقه بس احنا الان ردينا على الشبهه الحمد لله بس نكمل باقي جزئيه واحده بس اقول لكم ارجعوا ارجعوا الى زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية في الحكم والمصالح من المترتبة على غزوة أحد ارجعوا إلى الوقت يضيق حتى نذكر هذا كله إذا قولهم كيف يخلق المعاصي ويعذب عليها هذا سوء أدب مع الله قلة أدب اعتراض على الله رؤية وغرور في النفس اعتزاز بعقولهم يريدون أن يطلعوا على ما أخفاه الله عن عباده والله عز وجل يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله اذا ما يقدره الله عز وجل من ابتلاء او من شرور او من اضرار او من كذا لله الحكمه البالغه فلا يجوز لنا ان نعترض على الله وانما نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومع ذلك نرد على هؤلاء المبتدعه ونقول لهم ان الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر ولكن نتادب مع الله فاذا جاء ذكر الشر فلا نضيفه ادبا والا الله خالقه ولهذا علمنا الله هذا الادب في سوره الجن وان لا ندري كمل اشر ما قال اراد الله هو من الله اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ربهم هنا وفي سورة الفاتحة نقول أنعمت أنعمت وفي المغضوب عليهم ما قال غضبت ما قال غضبت ولا قال أضللت وهو شر بالنسبة لهم لكنه لحكمة الله البالغة فإنه يتضمن الخيرات العظيمة كيف ما كيف أمسك عقلك هنا هنا أمسك عقلك هذا سر الله, الله الله لا يطلعك على كل غيبه من أنت وإنما أنت أحمد الله أنك مسلم احمد الله ان الله هداك للاسلام وهؤلاء هذه فرصه ندعوهم الى الاسلام الذين لم يسلموا او الذين هم كفار ندعوهم الى الاسلام ونحذر من بدعه هؤلاء المبتدعه الذين صدوا عن سبيل الله بقولهم ان الشر ليس من خلق الله وان المعاصي ليست مخلوقه لله ونقول كذبتم وخالفتم منهج القران وخالفتم منهج السنه وخالفتم منهج الصحابه والتابعين وها هو البخاري يحكي عن الالوف المؤلفه من العلماء لقيهم قرونا عديده كلهم يقولون الخير والشر من الله كله بقدر فلا يقبلون بدعه هؤلاء واين توجد هذه البدعه الان الان هل انمحت؟ لا لكل قوم وارث فالمدرسه العقلانيه معتزله موجوده واغلب الشيعة بل كلهم الان على هذا المذهب لانه دخل عليهم مذهب القدريه في المئه الرابعه من الهجره صار الشيعة من قبل قبل المئه الرابعه ليس عندهم البدعه القدريه لكن بعد البدعه المئه الرابعه دخل عليهم عن طريق بعض المعتزله اتصلوا بالمعتزله فادخلوا عليهم بدعه ماذا القدريه كذلك الطائفة الزيدية وأمثالهم كلهم يقولون بهذه البدعة الشنيعة بدعة إيش؟ القدر إنكار القدر إذا قيل القدرية يعني إنكار القدر قابل هؤلاء أناس من المثبتة ينتسبون للسنة لكنهم زلوا زلة قبيحة زلوا زلة قبيحة من هم؟ يقال لهم الجبرية يقال لهم الجبرية هؤلاء لم يخرجوا في عصر البخاري انتبه يعني بعض الناس يقول طيب لماذا السلف ما تكلموا عن الجبرية لم يوجد احد يقول بهذه البدعة الحمقاء هي بدعة حمقاء بالفعل بدعة الجبرية من الذي قال بها؟ قال بها الأشاعرة وبعض الماتريدية وإن كان الماتريدية منهم من يوافق المعتزلة القدرية أيضا وقال بها غالب المتصوفه ببدعه الجبريه القول بالجبر وقال بها ايضا اهل وحده الوجود الحلوليه وهم اكفر الطوائف ما هي بدعه الجبريه الجبريه يقولون الخير والشر من الله هذا كلام طيب كما يقول العلماء هنا لكنهم يقولون كل ما يقع في الكون هو محبوب لله فالزنا والخمر والسرقه والقتل والشرك وعباده الاصنام كلها حق وكلهم سيصلون الى الله هذا بدعه الحلوليه حتى قالوا كل شيء هو الله الـ الـ الاخرون هم على درجات الجبريه الاخرون قالوا ان العبد مجبور لا يستطيع ان يفعل شيئا باختياره ليس له اختيار ولا مشيئة وحركات العبد مثل حركات ايش المرتعش او الورقة في مهب الريح هكذا حركات يعني ليس لك ارادة صار من لازم قولهم ان كل الافعال مرضية لله حتى الكبائر والمحرمات والذنوب هؤلاء يقال لهم الجبرية وبدعتهم بدعة حمقاء لماذا؟ لأنها غير مقبولة في ما ما يعني تمشي حتى عندهم ما تمشي حتى عندهم يعني مثلا لو وجدت جبريا بس لا تفعل هذا الشيء بس انا اضرب مثال بالكلام فقط <تصنع> لا تصنع شيئا غفر الله لك لا تعتدي على احد فصفعته كفا هذا لا يجوز طبعا طيب هل يعني سيقول هذا من الله وكل شيء بقدر الله وانا راضي بهذا ولا يغضب الجواب يغضب هؤلاء الجبريه يعني لا يرضون بهذا لانفسهم ولكن فيما يقابل دين الله عز وجل قالوا به ولو قال واحد لولده يا ولدي اذهب الى سوق الخضار والفواكه والاطعمه نريد طعاما ناكله نحن جائعون انا وامك واهل بيتك فاذهب يا بني هذا المال خذ المال واشتر فذهب هذا الابن وصار جبريا <applause> فترك السوق وترك الدكاكين الجيدة وذهب إلى الزبالات فجمع الأوساخ والأطعمة المتعفنة والفواكه الخربانة فجمعها في كيس ثم قال يا أبي وفرت فلوسك هذا طعام أتيت به لماذا؟ قال أنا مجبور ما استطيع أنا مجبور ماذا سيفعل الأب والأم بهذا الابن؟ ها؟ <applause> سيعلمونه مذهب الجبرية صحيح؟ <applause> ولذلك مذهب أحمق مذهب الجبرية مذهب يعني بدعة حمقاء لا يقبلها حتى على نفسه فإذا جاء مع ربه قال أنا مجبور يشرب الخمر يقول أنا مجبور يزني يقول أنا مجبور يسرق يقول أنا مجبور يقتل يقول أنا مجبور كذاب أشر وعند وعند مراد النفس تفنى كميت وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم اذا جتها اهواءك قمت تركض واذا جاء امر الله تتكاسل وتقول انا الهدايه بيد الله والذنوب هذه من قدر الله هذا جبرية عرفت مذهبهم مذهب احمق مذهب خبيث طبعا الجبريه على ما فاوت على تفاوت لكن الخطير حقيقه كلها خطيرة كل البدع ما تساهل فيها مذهب القدرية لقوة الشبهة نسأل الله العافية والسلام قال البخاري وأن الخير والشر بقدر لقوله ذكر ثلاث أدلة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الذي خلقه الله عز وجل فيه إيش شرور يستعاذ بالله منها هذا وجه الشاهد فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر الآية الثانية ولقوله والله خلقكم وما تعملون على تقديرين لأهل العلم الأول أن ما مصدرية خلقكم إذا قلنا ما مصدرية ماذا نفعل يا أهل اللغة؟ نسبك المصدر مع ما فنقول والله خلقكم وعملكم والله خلقكم وأيش؟ وعملكم هذا القول الأول والقول الثاني إنما ليست مصدريه وإنما ما ها اسم موصول والله خلقكم والذي تعملون ما كان ما الذي كانوا يصنعون ينحتون إيش الصخور ثم يعبدونها فقال لهم والله عز وجل خلقكم وخلق عملكم أما الذي تعملون يعني حقيقة يعني هذا وإن كان القول ذكره أهل العلم لكن القول بأن مصدريه كأنه أقوى والله أعلم كلا القولين يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة أن أعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى قال ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر طيب قال انتقل إلى الخوارج قال ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب بالذنب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واشتهر أن الخوارج يكفرون بأيش؟ بالذنوب وهذه مسألة تميز بها الخوارج وتسمى مسائل الاسماء والاحكام تسمى مسائل الاسماء والاحكام يعني ما اسم الذي ارتكب الذنب ما اسمه وما حكمه لهذا يقال لها مسائل الاسماء والاحكام هل اسمه مسلم ام اسمه كافر ام في منزله بين منزلتين أم هو كامل الإيمان هذا أسماء تطلق على من من ارتكب الذنب ما الذي نصفه به؟ ما هو الذنب؟ الذنب في الشريعة الإسلامية يطلق على المعاصي ويطلق على ما هو مخرج من الملة ويطلق على ما ليس بمخرج من الملة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله اي الذنب اعظم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ذنوب ثم قرا الايه في سوره الفرقان الاول منها مخرج من المله اما الثاني والثالث غير مخرج من المله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الى اخره الشاهد ان الذنب يطلق على ما هو مخرج من المله ويطلق على ما ليس بمخرج من المله ولكن مراد العلماء واغلب النصوص تاتي على الذنوب التي لا تخرج من المله ولهذا يقول لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحيل له إذا صار عندنا قيدان القيد الأول ننظر في الذنب هل هو مخرج من الله أم ليس مخرج من الله ما هو الذنب الذي يخرج من الله إن الله لا يغفر أي يشرك به الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا متى يعني لا بد نفهم الفرق بين هذه الايه وايه الزمر طيب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب التي دون الشرك ولا حتى الشرك حتى الشرك هذه الايه في سوره الزمر في حق من في حق التائبين وهم احياء في الدنيا تابوا يغفر الله جميع ايش؟ الذنوب آية سورة النساء آيتين موضعين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هي في التائبين؟ لا ليست في التائبين لأن التائبين قضى الله وحكم أنه يغفر لهم إذا تابوا صح ولا لا؟ التائب يعني الحين لو واحد نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا مشرك وثني هؤلاء قالوا نريد نتوب نقول لهم في فرق لا باب التوبه مفتوح من تاب تاب الله عليه واحد يشرب الخمر يريد ان يتوب ان الله يغفر الذنوب جميعا طيب ما معنى التفريق بين ذنب هو الشرك وما دون الشرك نقول هذا في من مات عليه من غير توبه من مات على هذا الذنب ولقي الله من غير توبة ما حكمه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الأمر الثاني الاستحلال للذنب المراد بالاستحلال اعتقاد أنه حلال وما هو الذنب المجمع على تحريمه المقطوع بتحريمه ليس اللي فيه خلاف ليس الذي فيه خلاف هناك مسائل اختلف العلماء بعضهم يقول يجوز هذا وبعضهم يقول يحرم هذا خلاف فقهي هذا أخذ بدليل وهذا أخذ بدليل مثل بيع المصرات بيع المصرات ما حكمه غش هو خداع المصرات تعرفونها الشاة الماعز يربطون ايش الثدي حتى ينتفخ ثديها من الحليب ثلاثة أيام ثم يأتي يعرضها يعني في السوق ويقول هذا حليبها كل يوم كذا فأخذها واشتراها هناك بيوع أخرى فيها خلاف بين الفقهاء مسائل اختلاف معروفة هذه لا تدخل لكن المراد ما قطع أو المقطوع بتحريمه مثل ماذا؟ تحريم الزنا يقول حلال أو تحريم الربا يقول الربا حلال أو يقول مثلا القتل حلال هذا إذا كان جاهل يعلم ويبلغ كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان معاند نقول أنت تستحل ما حرم الله يعني أنت تكذب خبر الله عز وجل الاستحلال هو أن يعتقد أنه حلال ويحله ولا يبالي بحكم الله إذا سلم من هذا القيدين لم يستحل ولم يشرك لكن وقع في الذنوب ما حكمه؟ ما اسمه؟ هذا تسمى مسائل الاسماء والاحكام الخوارج يقولون عنه كافر يقولون عنه ايش؟ انه كافر خارج من مله الاسلام هذا اسمه اسمه كافر مشرك يسمونهم مشركين كفار مع انهم من اهل التوحيد والاسلام وفي الاخره حكمهم انهم خالدون مخلدون في النار عند الخوارج هذا مذهب من الخوارج ولاجل هذا انكروا احاديث الشفاعه لاجل هذا كذبوا باحاديث الشفاعه وللفائده اكتب عندك هذا النص ارجع الى قصه يزيد الفقير رحمه الله مع جابر بن عبد الله الأنصاري وهي في صحيح مسلم يكون الجواب عنها يوم غد إن شاء الله تمام ليرجع القصة ويستفيد منها ماذا نستفيد منها عدة فوائد عن هذا الموضوع طيب ولم يكونوا يكفرون طيب هذا الخوارج يكفرون المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين من شرب الخمر هؤلاء الخوارج ولذلك الصرخات دائما تكون من ايش؟ طريقه اهل البدع فصاروا يصرخون اذا دخلوا المسجد لا حكم الا لله هكذا يصرخون فيدخلون مسجد امير المؤمنين علي رضي الله عنه في العراق فيقول لا حكم الا لله يشوشون على الناس فكان يقول رضي الله عنه الحكم لله وفي الارض حكام ولا بد في الارض من اماره برة كانت أو فاجرة ولكن هؤلاء يقولون لا إمارة يعني يريدون الخروج رضي الله عنه يتفطنون لهم يعرفون مقاصدهم ما يغترون باللحى والدين والصلاة والصيام ما اغتروا بهذا فأرسل لهم عبد الله بن عباس يناظرهم فقال ما ما تنقمون على ليس فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم كذا قصة مشهورة فأخذ يقولون هو حكم الرجال وهذا حكم بغير ما انزل الله قال ارايتم الله عز وجل قال في سوره المائده في الصيد يحكم به ذوى عدل منكم فرضي الله عز وجل بالحكمين وقال في الزوجين فابعثوا حكما من اهلها وحكما من اهل ان إيه يريد اصلاحا فقال لهم ابن عباس ايكون حكم حكمين في الزوج وزوجه أم في المسلمين تجتمع الكلمة أيهم أعظم في أه؟ المسلمين اجتماع الكلمة فعلي رضي الله عنه أراد الخير للمسلمين ومعاوية أراد الخير بالمسلمين قال لا أنت كفرت أنت كذا فأصروا ونظرهم ونظرهم حتى تاب منهم الثلثان ورجعوا للسنة وبقي الثلث على هذا المذهب الخبيث طيب الآن ننظر تحكيم الحكمين هو معصية أجيبوني ولا مصلحة مصلحة شرعية إذا هم تذكروا 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 اعدل فإنك إن هذه قسمة ما أريد بها تذكروا هنا نفس الشيء نزلوا على علي أنت ما عدلت أنت لك نية كذا أنت تحكم الرجال لم تعدل يطعنون في ولاة الأمور آخرهم مع الدجال شوف ما ينتهون لا تظن أنها سينتهون لا لن ينتهوا يوجد لكن الآن ننبه حتى تحذر أنت، حتى تسلم أنت، لا تقع في شراكهم. همهم تكفير الحكام، هذا همهم. يصبحون ويمسون على هذا الشيء. كيف يكفرونهم؟ كيف يدورون شيء؟ هذا طريقتهم. الآن أريد أسألكم سؤال مهم. الخوارج الأولون هل كفروا بزنا أو سرقة أو خمر؟ الجواب لا. كفروا بفعل فعله أمير المؤمنين هو خير ولكن هم جعلوه شرا وجعلوه ذنبا وجعلوه سيئة ثم زادوا فحكموا على هذه السيئة أنها شرك فقالوا كفرت فقال والله ما كفرت بعد إسلام يقول علي يقسم بالله في صحيح مسلم الخبر في مصنف ابن أبي شيبة قال نحن كفرنا لما رضينا وقلنا لك حكم الحكمين لكننا تبنا انت كفرت ولا تبت تب ونجي نجي معك <applause> سبحان الله العظيم هذه طريقتهم اذا فهمت هذا الان تاتي عند الدواعش او عند القاعده او عند هذا تجد نفس الافكار بس بشكل جديد ما هو الشكل الجديد اه يوجد بنوك ربويه هذا الدليل على انهم يحلون ايش؟ الربا هم يستحلون الربا هم كفار رجعوا للتكفير بالذنب بس بطريقه اخرى فهمت؟ اه يوجد حراسه على الفندق الذي فيه احيانا الزنا آه. إذن اذا هم يستحلون انظر للحراسه دليل على آه. يستدلون بهذا اذا الحراسه طيب للمال الحراسه للناس مو بشرط للمعصيه لا هؤلاء يحرسون المعصية إذا يستحلون الزنا إذا رجع الخوارج إلى ماذا؟ المعاصرون إلى متقدميهم تماما يعني علي أنت انتبه هذه إذا فهمتها جيدا عرفت كيف أنهم يكفرون بالذنوب وهذه مسألة في قمة الأهمية الآن بيننا وبين الخوارج بعض الناس ما يعرف كيف يناقشهم يقولون نحن ما نكفر نحن ما نكفر بالذنوب الذي يشرب الخمر ولو مات عليه هو مسلم ما نحكم بكفره حتى لو قلتم هذا ما يكفيكم انتم الان جالسون تكفرون باللازم القول تكفرون بشبهات غير صحيحه تكفرون بامور ليست بكفر تجعلون ذنوبا الى الكفر هذا موجود عندكم وعندنا بالبراهين وعندي انا مواضع كلامهم ورؤوسهم عندي كلامهم كلها من رؤوس تنظيماتهم الى اصغرهم عندي كتبهم انا اعرف مواضعها جيده وكتبت فيهم كتابا سميته تاثر الخوارج المعاصرين باصول الخوارج المتقدمين موجود على الانترنت مبذول بينت هذا بالدليل والبرهان من كتبه حتى اقول لكم هذا الكلام حتى لا ياتي خارجي يخدعكم ويقول نحن في هذا التنظيم نقول ان اصحاب الذنوب يدخلون في الشفاعه وليسوا كفار ونقول مثل ما يقول اهل السنه كيف تقولون عنا خوارج؟ أن تنتبه هم سلكوا مسلك الخوارج لكن يحتالون على أهل السنة يحتالون على أهل السنة فاحذروا منهم هذه طريقة البخاري والأئمة خلاف طريقة الخوارج فاحذروا منهم احذروا منهم احذروا منهم واحموا شباب المسلمين أنتم كأئمة أو خطباء أو مدرسين عليكم مسؤولية أن تحموا الشباب والشابات من هذه الأفكار الضالة المضلة وقال الله وإياكم شرهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ الاسئله اذا في اسئله